في اتصال جاء الان. حاضر، السلام عليكم. وعليكم السلام. اخوي سلطان حياك الله. الله يحييك. كيف الحال؟ يعطيك العافيه يا غالي. والله عندنا طلحه. سلطان معي في فريق انا، فريق طلحه، تمام؟ طيب طلحه. ايوه نعم. بسالك سؤال، اتمنى اجد الاجابه عندك. حياك، تفضل. اخوي عبد الرحمن. لبيه. ابيك تضغط معي على طلحه عشان يجاوب على سؤالي. اوكي، تفضل قل السؤال. في كنز يقع في وسط السودان. كل ما سالت احد الاخوان في السودان يسكت ولا يجاوب على السؤال. لا بس معلش عيد، ما سمعت السؤال. في ايه؟ اقول في كنز. في كنز؟ يقع في السودان، وكل ما سالت اي واحد من السودان يصمت ولا يجيب على سؤالي. ما يكمل السؤال، ما يجاوب صح؟ ما يجاوب على السؤال، ممكن اسال سؤال طرح عشان يجاوب عليه؟ كنز في السودان. نعم. والله يا اخي السودان هو كله كنز. كله كنز، بس الكنز اللي نفتخر فيه اكثر هو شريان النيل. لا لا، بتجاوب على سؤالي اسالك ولا الكنز؟ نعم. في سؤال بس تجاوب عليه ولا لا؟ هو الكنز. طيب يا سلام، خلينا نحتاج فيه تفكير، لكن بسالك السؤال على طول. طيب يلا. طيب يا سلام، اعطينا السؤال، اعطينا السؤال. طيب السؤال، ما سر صراحه طيبه اهل السودان وسماحتهم؟ والله طيبه اهل السودان من طيبتك يا غالي، حياك الله. لا والله هذا فخر لنا والله يا اخي، شهاده نعتز فيها. اي شخص قابل السوداني صراحه سامح باسلوبه بكل شيء صراحه. الله يرضى عليك يا رب، تسلم، حياك الله.